جايزة أفضل فيلم يشجع على عمل المرأة يذهب إلى فيلم من وإلى أمير ماجد. من حوالي أسبوعين ثلاثة كنت هناك بتكلم مع بعض الناس اللي صورت معاهم، وحد قال لي يعني كان عايز ما يحبطنيش، فقال لي بصي ما حدش هيهتم عشان ريفي، ما حدش هيهتم عشان سعيد، ما حدش هيهتم عشان ما فيش حد مهم هنا، بس لو انتوا بتتفرجوا عليا في ميل دلوقتي هم اهتموا وحبوا.